دعوني اقول شيئا بعيدا عن الورق، يعني انا من اسعد لحظات حياتي ان ارى كل هذه الوجوه الباسمه، وان ارى كل اطفالنا امل المستقبل والذين سوف يحملون الرايه بعد سنوات قليله. هؤلاء هم تراهنون عليه. تراهنوا معي على افضل مستقبل لمصر وافضل مستقبل للعالم وافضل مستقبل للمنطقه. السيدات والسادة، أبنائي وبناتي، أطفالي الأعزاء في مصر وسائر أنحاء العالم، نحن إليكم رسالة الحب والوفاء، رسالة المحبة والخير. من أرض عليه أننا دولة محبة للسلام، محبة للخير، محبة لكل ما هو بناء وما هو قادر على أن يصنع الخير. أهنئكم جميعا بافتتاح فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لسينما فنون الطفل في دورات الثانية والعشرين، متمنيا لكم ولأطفالنا الأعزاء نجاح المهرجان، فنجاحه جزء من نجاح رسالتنا كوزارة الثقافة المصرية. إننا في هذا العام حاولت وزارة الثقافة بكل جهد وكل جد عن طريق فريق متميز ورائع يقوده الأستاذ الدكتور محمد عفيفي إلى أن يخرج هذا المؤتمر وهذا المهرجان الكبير إلى العالم، إلى هؤلاء البسمة، وعلينا أن نفعل كل ما يمكننا إلى أن نسعدهم ونشيع لديهم جو البهجة والنجاح. مستقبلنا لن يتحقق إلا بكم، أنتم أطفال اليوم وشباب الغد ورجال المستقبل، فأنتم أمل المستقبل وبكم تتحقق أحلام مصر. ونحن نسعى لهذا المهرجان أن تطلعوا على تجارب أطفال العالم المشاركين في هذه الدورة لنحلق معكم نحو آفاق المستقبل الزاهر الذي ينتظركم. ووزارة الثقافة تعقد آمالا كبيرة على نجاح هذا المهرجان، إيمانا منها بأن طفل اليوم هو قائد المستقبل وهو القادر على إنقاذ العالم، وأن أحلام الصغيرة مهما كانت بسيطة اليوم ستكون بإذن الله هي القوة التي وتدفع مصر عالية في مكانتها خفاقة لتبني حضارة جديدة هي عبارة عن سلسلة ممتدة من حضارات الأجيال السابقة مضت على أرض الواقع. وهذه الدورة من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لسينما وفنون الطفل تؤكد على قيم الفن والإبداع، هي الحب والسلام والتسامح الذي نزرعه في قلوب أطفالنا ليصبح في المستقبل طاقة أمل ونور. فمن قلب القاهرة حاضرة الثقافة والتاريخ والسلام، نبعث برسالة حب وسلام للعالم كله، رسالة ننبذ فيها العنف والجهل والظلام والتطرف، ويؤكد أطفال العالم لكبار العالم أن الحياة الآمنة السعيدة حق للجميع، وإقرار السلام أمنية كل شعوب العالم. فرسالة أطفال مصر هي رسالة كل أطفال العالم، وتتلخص في عبارة واحدة: نريد أن نعيش جميعا على كوكب الأرض في سلام وأمان وطمأنينة من أجل مستقبل آمن يسوده السلام والتعاون البناء، ويبسط يده بالمحبة إلى كل بني البشر. وهذا المهرجان بفعالياته المتدففة بالحياة وأحلام الأطفال البريئة يسعى لأن يكون جزء من بناء العالم، جزء من السلام. فهنيئا لكم بفعاليات المهرجان، واشكر كل من بذل جهدا من اجل انجاحه، من اول رئيس المهرجان الى اصغر عالم في المهرجان، لهم جميعا كل محبتي وتقديري، واشكركم جميعا، واشكر اللجنه الموقره على كل الجهد الذي سوف يبذلونه مقدما، ولكم كل تحياتي وتقديري وتحقيقات وتقدير المهندس ابراهيم محلب والسيد رئيس الجمهوريه على هذا النشاط المهم والدهور والجمهور. واخيرا تحيا مصر، تحيا مصر.